على فكرة نعم. ومعمولة بدقة شديدة جدا، طيب والموضوع كله تحت التجربة، بأن السائح اللي بيقبل على المكان دوت يعني هيشوف النسخة المقلدة وهيشوف النسخة الأصلية، وأعتقد ده سيساهم في تنشيط السياحة، وده ملوش أي علاقة بأي أفكار أخرى. أشكرك دكتور محمد عبد المقصود، ابقى معي على الهاتف، ربما أعود إليك بعد قليل. وأسأل الأستاذ بسام الشماع الخبير في علم المصريات، يعني أستاذ بسام، إذا كان أو تم الترويج للمقبرة الأصلية على أنها نسخة طبق الأصل، وأنه تم استخدام تقنيات الليزر والماسح الضوئي والأبعاد الثلاثية في إعطاء نفس المظهر ونفس الشكل واللون والملمس لها، هل هذا يغني الزائر عن الانطباع الذي يحصل عليه عند زيارته للمقبرة الأصلية؟ لا، هو لا يغني الزائر طبعا، ولكنه لابد منه، مش عايز أقول شر يعني، ولكن بقول إن ده خير ودي هدية مقبولة. ولكن طبعا السائح، كوني مرشد سياحي فوق 20 سنة بعمل كمرشد سياحي، كنا نعلم أن السائح يأتي ليرى الأصلي، ولكن ده الفكرة دي تغيرت الحقيقة تغير كبير لما حصل ان في كهوف لاسكو بفرنسا، ولاسكو ديت يا جماعه كهوف ما قبل التاريخ، وديت الهرم بتاع فرنسا، يعني فرنسا بتدخل سياح من اللوفر ومن برج ايفل ومن كهوف لاسكو. فلما كهوف لاسكو بكل هذه الالوان الجميله اللي بترجع الى الاف السنين ما قبل الميلاد، اعتقد البعض انها سوف تحد من عدد السائحين اللي هيزوروا فرنسا، لكن ده أثبت خطأه، لأن السنة اللي فاتت كما نعلم دخل فرنسا لوحديها 82 مليون سائح، وأصبحت الدولة رقم واحد في العالم في إزار السائحين. أما لو رجعت لاستغرابي أنا بقى على النسخة الفاكسيمالية ديت، وهي زي ما قلت هدية مقبولة ومشكور ويشكر الاتحاد الأوروبي، إلا أن مكانها هو اللي كان بالنسبة لي علامة استفهام، فهي قريبة جدا من النسخة الأصلية أو المقبرة الأصلية اللي بالمناسبة لها تذكرة خاصة، يعني من زمان جدا مقبرة توت عنخ إيمن معمول لها تذكرة خاصة تخش فيها، مش التذكرة اللي بتدخلك بقية المقابر. فبالتالي ده حد من عدد الناس اللي بيخش المقبرة، ولكن أنا شايف إنها فكرة جميلة. المكان غريب شوية، المفروض كانت تبقى بره الأقصر شوية، ودلوقتي احنا فهمنا من الدكتور عبد المقصود إن ممكن ترجع للمتحف الكبير. أنا رأيي إنها تتحط يا إما في اسكندرية يا إما في سيناء، على أساس إن دول الناس اللي ممكن جدا يكونوا بيجوا في رحلات اليوم الواحد، وما بيبقاش عندهم الاستعداد أو الوقت أو الفلوس إن هم يروحوا الأقصر، فبالتالي ممكن أستفيد ماديا منها إن هم يشوفوها في اسكندرية بجانب الميناء، دي بالنسبة للمراكب بتاعت السياحة، أو بالنسبة لشرم والغردقة، ودي السياحة اللي ما تتأثرش كثيرا بالأوضاع الأمنية في المدن. ولكن فكرة وجود مقبرة أو مستنسخ، لا طبعا أنا بشجعها جدا، وزيارة واحدة فقط لمقبرة توت عنخ آمن الآن بألوانها التي تنمحي يوم بعد يوم، هتجد ان من 20 30 سنه ازاي الالوان بتتاثر، وازاي دخول السياح والعرق بتاع الزوار والتنفس والهيوميديتي او الرطوبه دي بتعمل عمليه سلبيه لا تتخيلها على الالوان، ووضحت جدا في مقبره توت عنخ امن ومقابر اخرى. فبالتالي لا، انا يعني على استعداد ان انا اقول، بل انني اطالب منذ عده سنوات وعندكم في ماسبيرو، ان يتم اغلاق الهرم، الأهرامات وزيارتها تغلق، مش منطقة الهرم تغلق، لا، الهرم هو اللي يغلق. نعم. يعني ما يبقاش فيه سياح يخشوا هرم خوفو أو طيب. قطعه من كبر. أستاذ بسام، ابقى معي على الهاتف، سأعود إليك بعد قليل، ولكن نذهب إلى فاصل ثم نتواصل بعد هذا الفاصل.